بسم الله الرحمن الرحيم. اعمل لك البطاطس بطريقه جميله جدا، بس اعملها لك تقدري تقولي كده السهل الممتنع. معانا كيلو من البطاطس، اجنحه فراخ على حسب ما انت عايزه، وطبعا عاملين الاجنحه، في ناس عايزه تحط وراك او تحط صدور فراخ مفيش اي مشكله، ومستردة وزبادي وليمون وخل وزيت وصلصه وتوم باودر، وكمان معانا حبه هام مطحون وبصل باودر. مش عايزين اكتر من كده؟ مع بعض تعالي نشوف الوصفه بتاعتنا. هننزل باجنحه الفراخ وعليها كوبايه واحده من الزبادي، هنا نزود كمان زبادي، معلقتين مستردة. بصي مفيش اسرع من كده، توم باودر وبصل باودر وحبه هام مطحون، اظن كده مفيش اسهل من كده. حبه هام مطحون، معلقتين صلصه، حبه من عصير الليمون تقريبا معلقه. على فكره الوصفه بتاعتنا تقريبا خلصت، ها ما تقلقيش. زيت، قلب الجمال ده كله، نجيب عليه ملح وفلفل، ويبقى كده اول حاجه خلصت معانا. مفيش اسرع من كده، راجعه من شغلك في اسرع من كده؟ الوصفه دي ممكن تعمليها كمان وتحطيها في الثلاجه بالليل، وتيجي الصبح تحطيها في الفرن، انت مش محتاجه وقت خالص يعني، انت مجهزاها. وكل بالعكس، كل ما بتفضل في التتبيله كل ما بتبقى افضل بكتير جدا. تصوري ان احنا كده خلصنا. معانا بطاطس بقى مقطعينها حلقات، هنرصها هنا عشان ننزل عليها بالخلطه الجميله دي. ايه اللي ممكن يتقدم جنب الوصفه دي معاها؟ الرز المصري ممكن نعمله بالكركم، رز بسمتي. انت لو عايزه تحمري مكرونه وتحطيها جنبها، لو عايزه تاكليها بعيش، بصي هي ماشيه معاكي بكل الطرق، يعني انت مش محتاجه انك انت تعملي حاجه مخصوص يعني. كمان ممكن تعملي سلطه جنبها والعيش وخلاص، او زي ما انت حابه تاكليها كده. بس انا بقول لك على اكتر من طريقه علشان ما تحسيش ان الدنيا معاكي مقفله على حاجه واحده. فيا رب اقدر اعمل لك حاجات كتيره تقدري تستفيدي بيها. هو تعمليها. بصي بقى يا ست الكل، دي اجنحه الفراخ، انا ليه بحطها ده؟ طبعا البطاطس بتاعتي عليها ملح على فكره يا جماعه، هي وانا مقشراها حط عليها ملح وحط عليها فلفل، فهي مش طالعه من هنا فاضيه يعني. فدي بقى معلومه بديها لك علشان ما تنسيش وانت بتشتغلي. بصي وكده خلصنا الوصفه بتاعتنا. هعمل ايه تاني؟ حط عليها معلقتين زيت على الوش وتدخل الفرن، والف هنا وشفا. تعملي بقى اللي انت عايزاه جنبها، عايزه تعملي ايه؟ بصي هحط ده. عايزه اقول لك كمان ان احنا هنعمل حاجه كويسه، اما تخرج من الفرن هنحط عليها عصير ليمون، عشان هي اصلا الوصفه دي الليمون بيديها طعم زياده وجمال